السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. ما ينتقل الناس من النظام الغذائي الطبيعي ينتقل الى نظام غذائي صناعي، طبعا يكون هناك جميع الامراض. هذه التكيسات تاتي من كثرة اللحوم. الناس اللي عندهم تكيسات يمتنعوا بعد على اللحوم، ماشي اي لحوم، اللحوم ديال الحيوانات التي تسرح ليس فيها ضرر. هذه اللحوم الموجودة الآن في الأسواق، الدجاج والبيبي والغلمي والبقري والمعزي، كل لحوم موجودة الآن في السوق هي لحوم علف، هي لحوم تسمين وعلف، ليس شعير وفول ودورة طبيعية للمغرب، إنما علف من الدورة العبرجينية التي تدخل إلى مرسى الدار البيضاء. فالناس خصهم يعرفوا هذه المسألة، هذه خصها تعرف أن العلف الآن هو المشكل وليس الحيوانات هذه، وكل ما يعلفه الحيوان سيوجد في الحليب وسيوجد في اللحم. هذه لما كنا كندرسوا احنا علوم التغذيه، يعني مباشره كنا كنبداو تغذيه الحيوان. نعم. تغذيه الحيوان صافي، كنبداو بتغذيه الحيوان ثم عاد نمشيو لجوده اللحم، جوده الحليب ماذا سيكون، كيف سيكون هذا الحليب وهذا اللحم. فهذه الاشياء، هذه التكيسات، السيد دابا سول على التكيسات في المبيض، شكون اللي ما عندوش تكيس في الكليه، عفوا، شكون اللي ما عندوش تكيسات في الكليه الان؟ بواحد النسبه ديال 65% في المغاربه عندهم تكيسات في الكليه. الا بقينا غاديين على هذا المسار، هذا المستشفيات المغربيه لن تقدر على الدياليز، على التصفيه، لن تقدر على التصفيه، لان سكان المغرب تزادوا، لان تقريبا رحنا طالعين عدد سكان مصر، والمستشفيات اللي عندنا راهم هما في الدار البيضاء وفي الرباط وفي المدن الكبرى تقريبا، غادي يكونوا تكيسات في البوادي، لان الى حد الان كانوا المرضى ديال البوادي ما كيجيوناش حيت ما كانش المرض كثير. ولكن هاد المغاربه اللي عندهم جنسيه مغربيه اللي في البوادي راه ما عندهم الحق في العلاج، راه ما غاديين يجيو للمستشفيات. فهاد المشكل اللي عندنا في المغرب ممكن ان نحد منه اذا غيرنا هاد المشكل نمط العيش وغيرنا النظره ديالنا للحياه. اظن ان اكثر من 50% الامراض غادي تمشي بلا علاج بلا دواء. فهاد التكيسات في المبيض، تكيسات في الرحم، تكيسات نعم، تكيسات في الثدي، تكيسات في جميع المناطق. شكون اللي ما عندوش النساء الان؟ ثلاثه على خمسه ديال النساء عندهم تكيسات هذه. فهذه التكيسات شنو هي؟ جيوب مائيه، واحد الخنيشه صغيره، واحد جيب عامر بالماء، ملي كيكبر كيتلوى على هذيك الكليه كيدور بها، ملي كيدور على الكليه كيبطل العمل ديالها. الحجم ديال الكليه، الطبيب ملي كيشوف الكليه في الصوره، يعني ملي كيعمل اشعه، مش اشعه ولا غير التلفازه هذه كنسميوها عاديه، ملي كيشوف الحجم ديال الكليه بدا كيتقلص، بدا كينقص، ان الكليه ما بقاتش خدامه، كتولي صغيره. نعم. وكتصغر حتى تتولي في حجم زيتون، حبه زيتون، ولا هذه ما بقاتش خدامه، صافي نشفت مشات. ملي كيكون الحجم ديال الكليه جيد، كتكون الكليه باقا كبيره، باقا مزيانه، كتكون خدامه ب 90% و 95% حتى 100%. ملي كتبدا تنقص الحجم ديالها كتوصل ل 35 25 20 15 10 7 صافي ما بقاتش خدامه، خاص يكون تصفيه. فهاد التكيسات في الكيل في المغرب ولاو ظاهره خطيره جدا، ولا عندنا واحد العدد كبير ديال التكيسات هذه. وتكيسات في المخ عاد الداخل اللي ماس اللي كيلقاهم الاطباء في المخ هذه. فهاد التكيسات راه سببهم ان نمط العيش، ان نمط العيش اللي فيه لحوم وما فيهش نبات فيه تكيسات فقط، يعني بس بسيطه جدا. احنا كنعرفوا الامراض، ما عندناش معدات نعرفوا بها الامراض. نحن علماء التغذيه هما اللي كيعطيو الحقيقه للمجتمع في العالم، ماشي غير في المغرب. علماء التغذيه اللي كيعطيو الحقيقه للمجتمع فين ماشي. اللي درسني 1979 كان تيقرينا البيوكيمياء، كان تيقرينا لا ماتير غراس، الماده الدسمه، هي عند استاذ خاص بها. هذا الاستاذ كان عنده واحد القامه طويله، وعلي معهد حسن الثاني للزراعه والبيطره بداوا فيه لي كوبيرون، بداوا فيه هذوك الاساتذه الكبار. من البديه ديالو في 67 معهد الحسن الثاني للزراعه والبيطره بدا بديه قويه، يعني باحثين كبار من جميع الدول، من فرنسا، من بلجيكا، من المانيا، من استراليا، من امريكا، من كندا، جميع هذا. فهذا الاستاذ ماذا كان يقول لنا؟ كان يقول لنا اذا بقيت في المغرب حي، قالنا اذا بقيت حي حتى 1990 نبغي نحسب عدد السرطان في المغرب. هذا الاستاذ اللي قال 79. فسولنا قلنا ليه علاش؟ قالنا لان نمط العيش والمواد اللي بديتو كتستهلكوا، خليتوا زيت الزيتون ومشيتوا للزيوت الصناعيه، وخليتوا هذا الطبخ ديال هذا، وبديتوا كتمشيو
يعني الى هذه التغذيه الاوروبيه، لان غادي يوليو غادي نتوصلوا لمستوى السرطان اللي كان في اوروبا بواحد السرعه يعني كبيرة، ماشي كبيرة يعني اقل من 15 سنة قالنا غادي يكون عندكم مشكل سرطان في المغرب. 1990 يعني هذا الشخص هذا توفى، هذا الاستاذ هذا مات، ولكن لو كان باقي حي لو كان قلت استدعيته يجي للمغرب يحسب عدد السرطان اللي عندنا، لان عدد السرطان نمط العيش، نمط العيش يساوي جميع الامراض. هذا الاخ سول على التكيسات، سؤال خارجي، ولكن من الاشياء هذه اللي داخله في الامراض التي تترتب على نمط العيش اللي فيه لحوم مابقاش فيه نبات هي هذه الاشياء هذه ديال التكيسات. ثم ان السيد قال بان سمع ولا قالوا لي ولا ديما كنديروا هذه القضيه ديال سمعت ولا قالوا ولا حاجه، ان الثومه جيده للدوره الدمويه وارتفاع الضغط. انا قلت بانها هي جيده للنظام الهرموني، ملي كيكون نظام الهرموني جيد معنى الدوره الدمويه خاص الدم يكون خفيف. نعم. ان الشخص ياكل لحم وينتظر الثوم باش تصاوب ليه الدوره الدمويه، لا لا لن يكون. يعني خصنا نعرفوا يعني وقتاش الثوم يكون نافع للجسم. ملي كيكون مع نظام نباتي وملي كيكونش ما معاهش سموم، ما معاهش حلويات ومقليات ومشروبات غازيه وبسكويتات وشوكولاتات واجبان ولحوم، ويكون نمط العيش مغربي بطبخ بزيت الزيتون وفيه خضر وفيه فواكه وفيه لحم مره ولحم جيد ديال الحيوانات مسروحه ديال البقر وديال الغنم، احسن نوع ديال اللحم ولحم الغنم. نعم نعم. نعم هنا الثومه نعم تفيد وتساعد. اما الشخص لا زال على نمط عيشي من البسكويتات فيهم صوديوم جلوتامات وفيهم هذو المحليات اللي يزيدوا الكره، ويمشي مع المشروبات الغازيه فيهم الصوديوم اكثر ما كاين في الخليع، ويمشي مع اللحوم بكثره لان فيهم الدسم المشبع وفيهم الكوليسترول وفيهم العلف مغير وراثيا وفيهم اشياء، ثم يقول انني ساخذ الثوم لكي اشفى، هذا لا، هذا لا يكون. هذا ولذلك نحن نرى المجتمع، يعني عندنا مرئات نرى المجتمع من خلال استهلاك هناك المجتمع كنقولوا ليه شحال غادي يكون عندك ديال الامراض وشنو هما الامراض اللي غادي يكونوا عندك بالضبط. المجتمع العربي كله تقريبا يعني من شبه جزيرة العرب من اليمن حتى لطنجة، الأمراض نقول لك بلد الأمراض اللي فيه، لأن الاستيراد ولأن المنتوجات اللي كتجيب الراو، لأن عندنا واحد الفكرة أن الغرب متقدم علينا وأن كل ما يأتي من الغرب أننا حنا نجب أن نستهلكه. والآن غير مثلا اي بلد البترول، هذو البلدان اللي عندها الدخل مرتفع، نعم، تمشي لها لما يتغذى الشخص وياكل لحوم اكثر من الامريكي ومن الدنماركي، تراه ياخذ واحد هذو الايس كريم، نعم، هذا الطارت، نعم، طارت ديال نص كيلو هذه لما يكون اكل والجسم ديالو خرب جسمه، ثم ياخذ طارت من وراها. والاطفال الصغار الشوكولاته صباح مساء.